السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بيكم. النهاردة بدرس جديد على قناة ميدو علي تيك. شرح النهاردة ازاي نقدر نغير صيغ الفيديو الى صيغ متعددة ولا لها حدود. يعني طبعا تابع معايا الدرس دلوقتي، يا رب الدرس يعجبكم. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتش. عندنا 1128، بقول لكم متشكر جدا جدا جدا، ربنا ما يحرمني منكم. ان شاء الله نوصل 1200 و1300 لحد ما نوصل 2000 مشترك بإذن الله. طبعا رابط التحميل في الديسكريبشن اسفل الفيديو. هتخش على الموقع تعمل له بيست اند جو، هيطلع لك برنامج اكس ميديا ريكورد. انت تختار الموقع اللي هو الخيار الاخراني اللي هو حجمه 7 و9 ميجا بايت، ده بيشتغل على ويندوز 7 و8 و8.1 وويندوز 10. بتضغط على كلمة داونلود وبيتحمل معاك على طول بحجم 7 و9 7 ميجا. طبعا انا حملت البرنامج قبل كده، فهينزل لكم على الشكل ده، باركون الايقونة سيت اب، بتضغط عليها دبل كليك، بعدها بتضغط على يس، بعدها عملية تثبيت عادية جدا، بتضغط على نيكست وبتضغط على اي اكسبت اجريمنت ونيكست، وبتسيب هنا مسار التحديد زي ما هو، بتضغط على نيكست نيكست وكريت اي ديسك توب ايكون نيكست انستول، وفي ثواني بيتظبط معاك وبيتسطب معاك. وهنا بتضغط على فينيش وهيشتغل معاك البرنامج تلقائي. ودي كنت البرنامج بعد التثبيت، واهو يا جماعه، وهنا بيقول لك في تحميل، تريد تحميل وممكن تضغط على يس، لكن انا بشتغل على البرنامج ده. لكن انت لو عاوز تحمل الاصدار الجديد، اخر اصدار 3.3.5.8، تضغط على يس ويحولك على المتصفح بتاعك وتعمل له عمليه تحميل عادي جدا زي ما احنا عملناها. انا هضغط على نو. اللي انا هشرحه ده النهارده يا جماعه بيتطابق مع كل الاصدارات الجديده. اي اصدار هتلاقيه نفس الحاجات دي، بس هيختلف، ممكن الملف تلاقيها هنا او تلاقيها هنا، الخيارات تلاقيها هنا وهكذا. تابع معايا الدرس. اول حاجه مثلا لو عاوزين نفتح ملف او اي حاجه، وانت تضغط على فتح ملف، بتختار الملف اللي انت عايزه. على سبيل المثال انا عندي الفيديو ده، مثلا الاغنيه، الفيديو ده دي جي سكريلكس، او دي مثلا، بصراحه انا متلخبط بصراحه. هو مثلا انت لو هتحول صوره فيديو، ادي ده فيديو بيتحمل معاك اهو، برنامج سريع جدا وجميل جدا. كل عليك انت تسيب هنا على مخصص، بتسيبها زي ما هي. لكن لو عاوز تختار ابل، امازون، ابل، يوتيوب، الحاجات دي كده، مايكروسوفت، لكن انا بفضل انت تسيبها على مخصص. وتيجي هنا على التنسيق، عاوز التنسيقات هنا اهي كلها عندك، 3 جي بي، عندك AAC، عندك AMR، GF، GXF، عندك نوت، عندك ام او في، عندك ام بي في، عندك ام بي 4، عندك ويب ام، عندك دبليو ام في، عندك اي حاجه. انا مثلا عندك كمان ام بي 4، ام بي 3. انا طبعا ده الفيديو ده فيديو عادي، فيديو مش ام بي 3، انا هحوله بصيغه ام بي 3. بتحدد الام بي 3 بتاعتك، وفايل اكستنشن هو بيحددها لك اوريدي على ام بي 3، بتخليها هنا صوت فقط لان هي الام بي 3 بيبقى صوت، وبتخلي علامه الصح زي ما هي كده. وبتيجي هنا عند كلمه استعراض، بتضغط على استعراض، انا هحفظها على الديسك توب على سبيل المثال، وعاوز تسميها اي حاجه. الفولدر هنا ديسك توب، بتضغط على اوكي. وهنا لو عاوز تكتب اي حاجه تقدر تكتب عليها، وتضغط على اضافه مهمه. بعد ما تعمل الاستعراض وبعد ما تحفظها بتضغط على اوكي، بتيجي هنا بتضغط على إضافة مهمة، تمام. بعدها مسار كده، تمام. بعدها بتضغط على ترميز، بتضغط على الترميز، وهي برنامج سريع جدا جدا. اهو اجمالي وقت المعالجة 3 ثواني، اهو ادي ديت حجمها 1 ميجا. نشوف الامتداد بتاعها، امتداد MBC، تمام. ده الفيديو اللي عملناه دلوقتي، لكن الفيديو الاساسي اهو هنشوف حجمه كام. حجمه 6 ميجا، وبخاصية XMV، وده XMV، تمام. حجمه 6 ميجا، يعني البرنامج ده بيحول لك اي صيغة في وقت قصير وبحجم صغير، تمام. اهو انا مثلا هشغل لكم الفيديو ده. All right.
كده بتشتغل، اللي هي العادية اللي انا بتعمل بيها. تمام، دلوقتي نجرب نشغله زي ما هي كده بنفس ال بخاصية MP3. تمام، ولو في مثلا عاوز تحمل فيديو أغنية، عاوز تخليها كفيديو بس مش هيظهر لك بالصورة بتاعتها، طبعا هتضغط على فتح ملف بتختار الأغنية. أنا مثلا هختار الأغنية ديت، أغنية ساندرا، تضغط على أوبن وبتتحمل معاك تاني. انت هنا عند ديت اللي مش عاوزها تيجي عليها وتعمل لها ديليت، بتتمسح، بتحدد ديت وبتسيبها زي ما قلت مخصص، وهي تنسيقها MP3، التنسيق بتاعها MP3. تمام، عشان دي أغنية. بتيجي هنا MP3، عاوز تخليها اي حاجة مثلا 3 GB، MP4، انا على سبيل المثال اخليها MP4. تمام، بتخليها زي ما هي كده، عاوزها MV4، MV4V او MP4، احنا طبعا نخليها MV4 وهي هنا صوت فقط. وتحدد على انت صح هنا، وتجي تضغط على استعراض، بيكون الديسكو توب، بعدها تضغط على اضافة مهمة، بعدها ترميز، واهو هنا وقت الوقت المعالجة فاضل لك قد ايه عشان توصل 100%، وهنا حجمها بالميجا بايت، وادي الاجمالي 10 ثواني. اوكي تمام، دي ادي صيغة MP4، كليك يمين اهو حجمها 2 ميجا بايت، صيغة MP4. تمام، دي اغنية ساندرا. فين هي تاني؟ دي بصيغة MP3 حجمها 4 ميجا، صيغة MP3، وهنا حجمها 2 ميجا بصيغة MP4. تشغلها عادي جدا اهو اهو، هي هو تشغلها بصيغة MP3. هي طبعا يا جماعة برنامج جميل جدا وسهل جدا وبسيط جدا وجميل جدا جدا. ولو عاوز تحمل منه الاصدار الاخير بتطلع هنا، بتيجي هنا 3.3.5.8، بتضغط على داونلود، وهو هنا فري وور، بيتنسق مع ويندوز 7 و8 و8.1 ويندوز 10، وتضغط على الداونلود وبيتحمل معاك، وحجمه 9 ميجا. اي برنامج اصدار جديد هتلاقيه في الديسكت، في البنتوب هنا في التثبيتات من فوق، يعني ده اصدار قديم، ده قديم، ده الجديد خالص. لكن انا بشتغل على ده بقالي فترة، فمش عايز اغيره لانه متناسب معايا جدا وجميل جدا، لكن ما يختلفش عن دولت ابدا ابدا ابدا، هو هو، بس ده بتحديث جديد. وكده يا جماعة درس النهاردة انتهى، واسيب لكم رابط التحميل في الديسكريبشن اسفل الفيديو. يا ريت يا جماعة لو لسه ما اشتركتوش في القناة تعملوا اشتراك، واشوفكم في دروس تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.